وشغل وزارة الداخلية في الفترة الحالية، يمكن احنا كنا متابعين انه كان في الغاء للأجازات بالنسبة للضباط عشان طبعا تأمين الأيام اللي جاية وتأمين الاحتفالات طبعا أعياد الميلاد ورأس السنة وبعد كده إن شاء الله المولد النبوي. فنحاول نعرف مع حضراتكم إيه اللي بيحصل في الوقت الحالي. من سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، مساء الخير يا سيادة اللواء. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وطمنا ايه اجراءاتكم واستعداداتكم للايام اللي جايه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه والجميع الساده المشاهدين بخير. الحمد لله السيد الوزير النهارده ترأس اجتماع حضر جميع مساعدي الوزير للقطاعات النوعيه والجغرافيه المعنيين، واستعرض خلاله خطه التامين كافه محافظات الجمهوريه والعاصمه خلال فتره الاعياد القادمه. كان هناك توجيه واضح ومباشر بتكثيف الخدمات الميدانية. زي ما حضرتك قدمت في المقدمة، تم إلغاء جميع الراحات والأجازات لكافة رجال الشرطة من يوم 24 ومستمر حتى إن شاء الله انتهاء كافة الاحتفالات. القوات كلها موجودة، هناك خطط تكفل إن شاء الله فرض السيطرة الأمنية على كافة القطاعات وفي كافة المحاور حتى ينعم كل مرتادي دور العبادة أو مرتادي الأماكن التي يقضون فيها هذه الأوقات بالطمأنينة والسكينة بإذن الله. طيب وزير الداخلية النهاردة كان بيتكلم على الضربات الأمنية الاستباقية اللي احنا ياما كنا بنتكلم فيها، وإن دي أحبطت كتير من الأعمال العنف والتخريب، فعايزة أعرف برضو يعني آخر جهودكم في هذا المجال يا سيادة اللواء، وهل في أخبار عن خلايا تم ضبطها أو المواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التحريض على العنف والتحريض على إن يكون في شيء ما يعني إن هم يقوموا بيه خلال الأيام اللي جاية عشان يفسدوا على المصريين فرحتهم؟ يعني زي ما حضرتك قدمت بالفعل، هو السيد الوزير بيؤكد تماما على تنشيط دور اجهزه المعلومات لضبط هذه المخططات وزوجيه الضربات الاستباقيه لاحباط المخططات الارهابيه التي تسعى هذه العناصر لارتكابها لافساد فرحه المواطنين واشاعه حاله من عدم الاستقرار. هناك ضربات ربما يوميه، وهناك حملات موجهه على المجالين، في مجال الامن السياسي وفي مجال الامن الجنائي. مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن العام يقود حمله في محافظتي البحيره والاسكندريه. قطاع الامن الوطني يتخذ شؤون لملاحقه ومتابعه كافه العناصر التي تسعى الى ارتكاب اعمال ارهابيه، هناك ضربات يتم توجيهها يوميا. النهارده تم ضبط المتهم الرابع في قضيه الطفل الذي استهدف اثناء وجوده مع والده في منطقه كارفور في المعادي. ايوه كان هناك كان متهم رابع تم ضبطه، وكان تم ضبط اثنين اخرين ولقي المتهم الرئيسي مصرعه اثناء التعامل معه. يعني هناك جهود على لا هو كويس حضرتك قلت لي الخبر ده، لانه الحقيقه وكنت لسه هسالك السؤال ده يا سياده اللواء، لان الناس قلقانه ان يكون شغلكم يعني انتم مركزين على طبعا اكيد للاولو او يعني اكيد الموضوع خطير قضايا الارهاب واللي بيحصل وما الى اخره، لكن برضو امن الناس، الامن الاجتماعي، الجرائم العاديه، الحاجه او الامن الجنائي، فانتوا برضو بتشتغلوا عليه في نفس بالتوازي، بتحاولوا تظبطوا الحكايه دي بقدر الامكان ولا تعملوا ايه؟ هناك قطاعات نوعيه وقطاعات جغرافيه معنيه بمتابعه كل اوجه المظاهر وكل اوجه ظواهر الاجراميه. الامن الجنائي له قطاعات وله متخصصينه. هناك حملات شبه يوميه على كافه المحافظات لمواجهه هذه الظواهر الاجراميه، خاصه ظواهر السرقات بالاكراه والخطف. والحمد لله ربما تلاحظين ان معدلات الجريمه في تراجع وفي انحسار، ومعدلات الضبط في تزايد. يعني الاحصائيات والتحليلات التي نقوم باجرائها تشير الى ارتفاع معدلات الاداء الامني بصوره طيبه جدا. بعض الظواهر الاجراميه التي كانت استشرت خلال الفتره السابقه مثل ظواهر السرقات بالاكراه على الطرق او ظواهر الخطف وطلب الفديه تراجعت بمعدلات كبيره جدا. الحمد لله على المسارين الامن الجنائي والامن السياسي القائمين عليهم يبذلوا جهود مضنيه لتحقيقه، وان شاء الله يعني خلال الفترات القادمه يعني تشعرين بالاكثر استقرار اكبر وامان اكبر، ونحن في معدلات مرتفعه ومتزايده يوما بعد يوم. ان شاء الله خلال فتره الاعياد وخلال فتره احتفالات راس السنه سيكون هناك خطه امنيه محكمه بالتنسيق مع القوات المسلحه
لاحكام السيطره الامنيه. طيب على بس حادثه زي امبارح يا سياده اللواء، يعني كنت نفسي اكلم حضرتك امبارح بس اكيد انا عايز اعرف ايه اللي بتعمله في الموضوع ده، حاسس فينكس طبعا. يعني كانت حاجه يعني فيها 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 جرأه قوي ان منطقه حيويه بالشكل ده واثنين من المجندين او يعني رجال الامن اللي واقفين بيأمنوا بنك ويتم استهدافهم بالشكل ده، فيعني انتوا تقديركم للحوادث دي، ويعني هل في ناس بتقول بتتكلم على انه ليه احنا ما خدناش بالنا، او الناس دي نبقى عاملين حسابنا بعد كده هم يكونوا مسلحين لان هم بيصطادوا يعني اي فرد شرطه واقف في الشارع بالشكل ده؟ يعني هو استهل السيد الوزير اجتماعه النهارده بالتعقيب والتعليق على هذه الحادثه ومدارسه كافه ظروفها، وفريق العمل المكلف بكشف غموضها وتحديد المتهم فيها. هناك دلالات طيبه وهناك معلومات طيبه ان شاء الله سيتم الكشف عنها في حينه. تم تفريغ عدد من الكاميرات المثبته على بعض البنوك وفي مسار خط سير المتهم الذي ارتكب الواقعة. هما واحد ولا اثنين يا فندم اللي كانوا راكبين؟ واحد فقط. وزي ما بقول لحضرتك ربما يكون العمل الارهابي يعني المعول الاول على الحد منه المعلومات المسبقه، اما ان احدهم يعني يكون معاه بندقيه الي ويقصد فرض حراسه معينه على بنك فهو عمل ربما ليس بالافراد مسلحه ومعاها تسليحها الشخصي، ولكن المباغته والمفاجاه ربما تكون هي العامل الذي يحقق يعني الميزة للمهاجم. المعلومات الأمنية إن شاء الله يعني والضربات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المعنية هي الفيصل في كبح هذا الجموح وفي السيطرة على هذه المعدلات العالية، معدلات من الجريمة. الحمد لله هناك تناقص وهناك حالة من الاستقرار يشهد المجتمع بسبب وبسبب الضربات الاستباقية التي كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية وأعمال إرهابية في المرحلة الراهنة. الحمد لله نجحنا في توجيه ضربتين خاصمتين لتلك العناصر ومستمرين، وهناك معلومات تقوم عليها الأجهزة المعنية لاستكمالها، وإن شاء الله تنعم مصر دائما بالأمن والاستقرار إن شاء الله. يا رب يا رب بإذن الله. شكرا جزيلا سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات.